أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الثاني من برنامج 60 دقيقة كرة في سهرة رمضانية رياضية بامتياز على قناة السلام، بحضور طبعا المدرب القدير الأخضر بالنعمة ومحلل الفيديو أحمد زريلف أو المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بأحمد كرة. مرحبا بكما مرة أخرى. إذا المنتخب الوطني، ونواصل دائما الحديث عن مباراته وخرجته الودية أمام منتخب بوليفيا، فوز معنوي مهم للتشكيلة الوطنية، لكن بالمقابل المنتخب أو التشكيلة سجلت الكثير أو أظهرت الكثير من النقاط السلبية ونقاط الضعف اللي كنا نتكلم عليها في الجزء الأول. كوتش الأخضر، كنا نتكلم على الشق الدفاعي والمشاكل الدفاعية، نتلقاو الكثير من الأهداف. ربما واحدة من الورشات الكبيرة المفتوحة أمام بيتكوفيتش هي ثنائية قلب الدفاع. دائما نتكلموا ماندي بن سبعيني، إصابة بن سبعيني في المباراة دخل توداي، ربما كان واحدة من النقاط اللي صنعت اختلالات في التشكيلة الوطنية. ما رأيك؟ هي صح، كان سيتي لو تورنو تاع لا ديفونس تاعنا، اون بيان ديماري، طلقنا مليح، ولكن دقيقة 20 ولا 19 كان إصابة تاع بسبعيني. بون سي نورمال، لاتاكون هذاك رقم 11 كان هو فريمون يبوش ترو، يعني كان فالي كو بسبعيني لو بلوك، ولكن لا مالين تاع هذا لاتاكون في لقطة كيما اون ديزيكيليب، يعني ضربه في يعني في الجنوب على مستوى الركبه تسبب في الاصابه وتخلص منه. وكانت يعني تعويض بالسبعيني كان ما كانش لو فري بروفيل في هذاك لو بوست، باش نكونوا واضحين. يعني مندي لا ايسي مي ماهوش لو فري بروفيل تاعو، سي ان اريا سونترا دروا مندي، صحيح، بخروج بن سبعيني مندي يلعب على الجهه اليسرى وهو على الجهه اليمنى، دونك هنايا سيتي لو تورنو، دونك عليها ارتكب اخطاء هذو. يسوتخو با اليس، تادير في هذاك المنصب ممكن يغطي بوسيبل، ولكن هو في اوتو كون بروفيل دو بوزيسيون ما شكيتش موندي يلعب في هذاك لو بوست. هذه اول ملاحظه. بون تو جاي موندي مع تواصل يعني ماهيش لاشانير كونيكتي، يعني فريمون بنسبه كبيره. دونك هذا هو الاشكال في محور الدفاع تاعنا. رست يعني لازم النخب يحاول كيفاش يسيب. بون حنا تمنينا نشوفوا لاعب اتحاد العاصمه بالعيد، زين بالعيد راهو في الفورما تاعو، كنا قادرين نشوفوا في المباراه البارحه، كان ممكن يعطي اضافه كبيره من الناحيه الدفاعيه. سي ان تري بون بلوكر، دونك يستوبي مليح لو جو. دونك نشوف باللي في محور الدفاع ورشة يعني حقيقية، مشكل حقيقي، مشكل حقيقي، يعني يقدر يشاطرني الأخ أحمد في هذه في التحليل. ممكن تشوف يعني ثغرات كيما هادو، سي ان بار دولار مع دي زاتاكون ما يتسامحوش أمام كرة يعني سجل منها هدف، حسب اللي هذاك لاتاكون دو ميتي، يعني من فرصة نص فرصة يسجل عليك هدف، وما تقدرش ترجع في النتيجة، يعني كي يكونوا أمام منتخبات قوية. أحمد، دائما الحديث لما نتكلموا على الأخطاء الدفاعية ومشاكل الدفاع على مستوى المنتخب الوطني، تكلموا على ثنائي محور الدفاع. لحد الآن ربما مندي بن سبعيني هما أفضل خيارات متواجدة أمام، كانت أمام بالماضي، والآن بيتكوفيتش يجدد الثقة فيهم. ما هي الخيارات الممكنة من أجل ربما إيجاد ثنائي محوري قوي يحد ولا يقلل من الأخطاء المرتكبة في على مستوى التشكيلة؟ باش نقسموا، نتكلموا على المشاكل ونتكلموا على الخيارات ونلحقوا الحلول. كي نتكلموا على المشاكل نشوفوا باللي ثنائية قلب الدفاع، كنا تكلمنا مرارا وتكرارا باللي أفضل سيئين. حنا الإشكال المتاح أمامنا حاليا هذوهما، تما مازال ما سيناش بصح هذوما المتاح. هذه أول أمر. أخطاء دفاعية لما يتعرضوا للخطر تكون مستمره، مش من اليوم. كاس افريقيا شفنا خطا يتنولي، شفنا خطا بن سبعين، شفنا خطا توغاي ضد موريتانيا، شفنا حتى وسط الميدان لما يتراجع بن طالب وخطا ضد انغولا ولقطه ضربه الجزاء، وشفنا اليوم خطا ماندي، راح شفنا اخطاء متعدده. انا بالنسبه لي ابرز حل هو اصلاح المنظومه الدفاعيه، لانه الدفاع هو عباره عن منظومه. لكن هذه الكلمه قيلت كثيرا. ما هي المنظومه الدفاعيه؟ للناس راهي تقول من اصلاح المنظومه الدفاعيه، اصلاح المنظومه الدفاعيه، ماذا بينا نوضحوا للمستمعين اليوم واش معناتها اصلاح منظومه دفاعيه.
كي نتكلموا على منظومه دفاعيه اول امر نتكلموا فيها على منظومه دفاعيه نتكلموا على لو بلوك الكتله الدفاعيه وانت وين تقرر تضع البلوك ولا الكتله الدفاعيه تاعك ديرو ان بلوك او كتله متقدمه ان بلوك ميديوم ان بلوك با هذا على حساب خيارات المدرب ثاني شيء بالنسبه للمنظومه الدفاعيه وانطلاقا من الكتله الدفاعيه وين راح تخلي المساحات لانه مستحيل انك تبوزيسيوني ولا تخلي لي جوار تاعك متمركزين بطريقه من يغطوا كاع الملعب هذا شيء مستحيل يعني يعني لازم تفرط في اماكن في الملعب وتملا اماكن واحده اخرى الاماكن اللي تفرط فيها وين تكون هل تكون ما بين الخطوط ولا هل تكون في امامك ولا في ظهرك لو رجعت بكتله متراجعه كما كان يقول الشيخ مقبل ترجع بكتله متراجعه راح تخلي المكان في وجهك لما يكون في وجهك عندك القدره انك دير رياكسيون راح تقدر دير مالغري تكون ممشي ممتاز في الرقابه ولا راح تقدر دير رياكسيون لما ما يكونوش كاينين فراغات ما بين الخطوط دافع في مساحه صغيره تلايمهم ودافع في مساحه صغيره مثلا شفنا في كاس افريقيا لحقت فرق وين دافعت في مساحه 17 متر لما تمشي لو بلوك تاعك مساحه 17 متر ودافع في هذيك المساحه الصغيره شاك جوار يقدر يلفت جوار واحد اخر تقدر تكون لاكوفرتور ميتيال تقدر دائما تكون التغطيه يكونوا متقاربين رغم ممكن يكون لاعب ماشي بمواصفات كبيره بصح دائما عنده الجوار اللي يغطيه الجوار اللي يدير لاكوفرتور تقدر تمشي يعني التحرك لازم يكون بشكل منظم وبشكل ممركز بصفه جيده وتعرف وين تغلق مسارات وتعرف كيفاش تشيكيريزي لا بروفوندور ولا تغلق العمق بتمركز مليح وحتى طريقه الضغط ما يكونش عشوائي يكون ضغط منظم ولو شومينمو ولا توجيه الهجمه تاع المنافس تكون سيركوتي وتمشي بالطريقه المناسبه هذا الامر كون كامل لازم له وقت الوقت نظن بلي المدرب عنده مباراه هذه مباراه الجايه وراح تنطلق الورشه بعد ان شاء الله منا نوصلوا لكاس افريقيا في المغرب نكون قدرنا نديروا منظومه دفاعيه مانيش نقول لك راح نولوا اتلتيكو دي مدريد بصح نديروا منظومه دفاعيه ما نخلوش المدافعين تاعنا افضل من اللي رانا عايشين ما نخلوش المدافعين تاعنا معرضين دائما لهذه الوضعيات واحد ضد واحد كي نتكلموا الان على الافراد نخرجوا من المنظومه ونتكلموا على الافراد انا بالنسبه لي الافراد حتى لو قلنا مثلا الاسماء المقترحه اسماء المقترحه لازم على المدرب انه يحاول ويسي مثلا انك تجيب العيد وتحطه بالعيد شفناه نجيبوه ما مدلوش فرصه اكوا صاصير جيبوه نمدلو فرصه وفق لم يوفق وانا ماذا بيا نمدو فرصه في المباريات كما هذه خاطش ماندي تو جاي من 70 شفناهم ولا بنا واش يديروا واش ماذا بينا لاعبين مداني هذا مثلا اللي جابوه ماذا بينا نشوفه مدافع شباب قصر ولو انه انا البروفايلات الحاليه المتواجده ما نشوف فيها البروفايل اللي ممكن يجي ويغير لنا كاع المنظومه الدفاعيه تما نعاود نولي للحل نجربوا لاعبين وي لكن الحل الاساسي هو اصلاح المنظومه الدفاعيه بالطريقه اللي قلناها حاليا ربما بالاعتماد اضافه المنظومه الدفاعيه انا نشوفها 4-2-3-1 دفاعيين باسكو اونت ليلي باش نحموا حنايا الدفاع تاعنا محور تاعنا يعني لا ديريال لازم اثنين استرجاع يكونوا امام الدفاع هذا يعني كحل اون اتوندون يعني كاصلاح اولي يعني انا جو بروبوز 4-2-3-1 سي ميو باسكو في هادو اثنين هادو غادي يغطوا على لا بريمير لين كاين واحد اون بوينت يعني هو اللي يضغط في يعني يحاول كيفاش الكره ما تخرجش فوالا اكزاكتومون حسب لي ديريكتيف تاع الماخر قال كما تفضل الساعة الشيخ قال حنايا اون با سوبريمي هذا لو كوتي نخلو الكره تخرج جهه اليسار بون هذا توت ان بلوك يمشي هكذا ولا قال لي سورتي دو بال ما نخلوهمش يخرجوا ا غوش تتوجه طالب وين يخرج حنا نغلقوا الكوتي غوش ونخلو هذه كي يكون عندك فريمون منظومه يعني متماسكه هذه في حاله هنايا تدخل في لو شوا تاكتيك انا سنترافاي تاكتيك بون حنا نهضروا كيفاش نخلقوا منظومه انا نشوف المنظومه 4-2-3-1 هي الانسب باسكو هذوك اللاعبين ارتكاز هذوك هما ما يخلوش هذوك يافي ان انترفال بين لي دو لي كي يكون هما هادو زوج في الانترفال هادو ما يقدروش يخلقوا يعني فرص ولا تفوق عددي ولا تفوق مركزي لكن انا السؤال اللي يطرح هنايا لو نتكلموا على اثنين لعبنا بزروقي وبن طالب اللي اكثر اعتماد فوالا ما لعبوش كما تفضل الشيخ لعبنا 4-4-2 يلا نلعبوها يعني لعبنا 4 ونايسي لا 4 لو 4-2-3-1 اوفنسيف نخلوها دفاعيا ندافعوا بها اكزاكتومون يعني هنا تخلق لنا سهولات ميم في لا رونونس اوفنسيف راه عندنا لي روبير تاعنا راك معايا مشي دونك هنا هذه السبيل الوحيد كمنظومه دفاعيه بون سي نورمال كاين لي كوليسمون تاع لو بلوك اي تو هذه كاين من المبادئ التكتيكيه
فيرمين لاكس دو بيت كذا، هادو الهفوات اللي شفناهم البارح. وحنا البارح لو بلوك تشوف انت تاع جينيرالمون بغض النظر من يكون بلوك با تاع لا بوليفي، مي كيكون عندهم الكره جينيرالمون يعني لو بلوك تاعهم يتقدم بزاف. تم انت بين اول مهاجم واخر مدافع حوالي تقريبا 40 متر سي بوكو. اه فهمتني ولا لا؟ ولا اكثر. علاش؟ النيه تاعهم هو جوي لي كونتر اتاك، يعني لاتاك رابيد رابيد فوالا. دونك هذه هو وحنا طحنا في هذا المتاهات هذو، ما كناش منظمين من ناحيه الدفاعيه، وكان عندهم عده فرص كانوا قادرين يسجلوها. دونك حنا كنت ماذا بيا نشوف الدفاع تاعنا متاخر. حنا قادرين نلعبوا ككتله ونشوف اون فاجيري لادفيرسير، باش المدرب تكون عنده يعني رؤيه يعني دقيقه عن التمركز الدفاعي. دونك انا جو فوا اون 4 2 3 1 هي الخيار الدفاعي الانسب للتشكيله تاعنا من الناحيه الدفاعيه. احمد اضافه بسيطه برك عندي هنا ما كنتش طرقت لها، كي نتحدثوا على منظومه دفاعيه اول شيء في المنظومه الدفاعيه هي انه المهاجم يكون اول مدافع. لازم المهاجمين لاعبي الجناح تاعنا تكون عندهم ادوار دفاعيه، وغير مسموح لاي عضو في الفريق انه يتخاذل في اداء ادواره الدفاعيه. الا تخاذل اي عضو في الفريق في اداء ادواره الدفاعيه دير في بالك راح يكون خلل. ونعطوا امثله باش تكون واضحه الصوره اكثر. هدف انغولا الكل من طالب، هدف انغولا بدايه اللقطه كانت عدم قيام محرز بدور الدفاعي، عدم عوده بليلي، عدم عوده بن ناصر في الوقت المناسب. منظومه كما جاء هدف انغولا صح. هدف بوركينا فاسو الكل يلوم عدم سوء تواصل بين ايت نوري وبن سبعيني. هدف بوركينا فاسو تعاود تشوف تلقى بلي كان عندنا مشاكل في منظومتنا الدفاعيه، عدم خروج في غولي ومحرز وعطال في وقت واحد اللعب وضغط عشوائي. اللاعب يخرج بكره مكشوفه، كره امامه، شفنا الهدف. بلا ما نطولوا، بصح الاخطاء كانت دائما انه ماشي كل اعضاء الفريق يديروا عملهم دفاعي. تحب دير منظومه دفاعيه قويه لازم كل عضو من اعضاء الفريق اللي راح يكونوا في المنتخب الوطني يتحملوا مسؤوليتهم وواجباتهم الدفاعيه. وهذه ربما سبقتني لها نقطه كان اشار لها بيتكوفيتش في ندوه صحفيه بعد المباراه، كان تكلم على غويري وتكلم على شايبي، قال بانهم يتحركوا تحركاتهم مليحه وما الى ذلك، لكنهم في ادوارهم الدفاعيه نوعا ما ما يادوهاش وما يغطيوش، ربما ما يقوموش بالادوار الدفاعيه كما لازم. هنا ربما المدرب في انتقاده للاعبيه بشكل صريح نشوفوا تختلف طريقة التعامل عكس بالماضي اللي في كل مرة كان يدافع على اللاعبين بعد المباريات. رأيك ربما في طريقة تعامل بيتكوفيتش مع هذه الأخطاء وانتقادات اللاعبين علنا في مدرسة صحفية؟ استراتيجية الناخب الجديد هي المواجهة الكونفرونتاسيون. شفناه باللي يواجه المشكل، خباش من المشكل، واجه المشكل، يهدر على المشكل، يتكلم على المشكل. واجهوه الصحفيين أيضا مشاكل توجيه الهجمة في الجهة اليسرى، واجه صحيح. المشكل واجهوه بمشكل الدفاع، واجه المشكل، واجهوه بمشكل سوء المنظومه الدفاعيه، واجه المشكل. هذا شيء ايجابي، بصح نتمنى احنا شيء اخر مره ما يواجه المشكل، نتمنى يصلحوا ان شاء الله. اكيد نتمنى يصلحوا. هي في التصحيح غادي ندخل شويه في الاختصاص تاع الشيخ احمد. هي في تحليل البيانات هذو. دوك احنا اللاعبين الوسط دوك انت شفنا اخطاء البارح في التمرير عند زروقي، اكثر اخطاء في التمرير لو كان ديروا يعني كاحصاء هذا يعني نشوف بلي اللاعب ما عنده اسكو ما عندوش لا بريز دانفورماسيون لي سكان هذوك شحال يدير باغ اكزومبل يعني في دي باس يخطا في خمسه هنا ما نقدروش نعتمدوا عليه بلي فريمون في لي رولونس ولا راك فاهم معايا او اشكال تاع زروقي. ولكن انت اسكو هو يغطي مليح الملعب، عنده يشوف مليح الملعب قبل ما يستلم الكره؟ انا هذا السؤال الشيخ احمد، باسكو هنا كاين اناليز يعني تحليل البيانات وكاين تحليل اداء. ممكن تحليل الاداء نعطي رايي، ولكن في البيانات في الستات هو المختص. شفت باللي الزروقي ما يعني نقولوا في ان لاج دو طون شحال يشوف من خطره في في في, في المحيط تاعو، اسكو ياخذ المعلومه بطريقه صحيحه ولا ما يديهاش، ولا اشاك فوا لي باس يعطيهم لادفيرسير. دونك مونك دانفورماسيون يعني ما يسكانيش مليح المحيط تاعو، يوصل اشاك فوا لي بال يروحوا لادفيرسير. الاشكال الاكبر عند زروقي شيخ هو ما عندوش استمراريه في فحص الملعب بصفه مستمره، ما عندوش. لو تلاحظ نعطيكم مثال، ما ان شاء الله ما نقدروش دوكا للصور ما عندناش، بصح في الدقيقه 30
اللقطه الوحيده اللي زروقي دار عمليه فحص الملعب سقوط بن طالب، شاف باللي المدافع ولا مدافع المنتخب البوليفي سقط عليه مدافع المنتخب البوليفي، لما فحص زروقي الميدان شاف باللي كاين مساحه ينبغي عليه مهاجمتها، هاجم المساحه، شفناها توازن في الهجمه، شفنا تطور الهجمه ولحقنا للثلث الاخير وقريب ماركينا. صافي ما تعاودتش، ما صراش بدون فاصون ريبيتيتيف. نشوفوا اغلبيه اللاعب اللي زروقي يكون عرضي، يكون بصفه عرضيه، ما يكونش لاعب امامي، حتى القطري ما يكونش يكون ناقص. وهذا الشيء اكبر مشكل يديره المنتخب الوطني، ما يعطيكش السيطره، ما يعطيكش لو كونترول على المباراه. لما تلعب انت بعرضي واللاعب اللي معك يلعب بعرضي، وشكون راح يطور لنا الهجمه هذا؟ دائما يطرح السؤال. صحيح تشوف انت في المستوى العالي كما لاعبين بون، حنا توجو لحقنا الجينيراسيون تاع كزافي ولا انيستا ولا، يفحص الملعب في 10 ثواني صابوه يفحص 7 مرات حتى 8 مرات يعني. قبل استلام الكره اكيد ستا روكور هذا. دونك اسكو هادو اللاعبين في لا سيليكسيون كي نشوفوا هادو اللاعبين وسط الميدان اسكو فريمون عندهم لو بروفيل هذا؟ دونك انت تطيح في منظومه وين كاين تي اسولي كيلكو بار، عندك ضغط تاع ما يخلولكش مساحات وين تلعب. دونك هذه اللي يخلقوا لك تفوق عددي نوطامون في وسط الميدان. دونك انت اشاك فوا كيما تفضل الشيخ ما تفحصش الملعب كل مره، ما عندكش هذا لا رياكسيون رابيد هذه. دونك هنايا دائما الكره لما تمشي تمشي للمنافس، دونك هنايا تولي ان ترانزيسيون هجمه للخصم، وبالتالي الكره بسرعه تصل الى الدفاع ونولوا في اشكال. هنا دائما يطرح السؤال ما هو الدور كما نقولوا هنا الامثل لزروقي في ارضيه الميدان؟ هل هو اللي نكلفوه ببناء الهجمه ام نكلفوه باسترجاع الكرات وما الى ذلك؟ هو نشوف الدور تاعو، هي نورمالمون في كره قدم الحديثه ان بيفو بون في لا رولونس هو يبني الهجمه، في الاسترجاع هو يسترجع الكرات. دونك هذيك تاع سنتين ما سنتين انا ما سما غات با تاع لاعب ثابت ومنا سي كلاسيك نشوفهاش انايا يعني. دونك انت هذا اشكال، لكن اذا لاعب مثلا تتوفر فيه ميزه منتخب الماني حاليا تشوف انت يا لاعب توني كروس اعتز صافي 300 استدعاه الناخب علاه؟ باسكو عنده سيت يعني عنده هذا البروفيل هذا في هذا المنصب اللي نتكلموا عليه حنا، عنده هذا البروفيل باسكو ما لقاش لو بروفيل في يعني في يعني في لي جوار المان. صاب استدعى هذا طوني وتشوف انت الروندمون بان عند فرنسا الدور اللي يديرو يعني. تشوف باللي حنايا ماشي اي لاعب يلعب في هذا المنصب، لازم يكون عنده مواصفات يعني خاصه باش تلعب في هذا المنصب، لانه منصب يعني اوترا سونسيب جدا حساس هذا المنصب، احمد لانه يعتمد على التغطيه الدفاعيه والبالونس اوفونس. دائما يكثر الحديث على رامز الزروقي وانت واحد من المدافعين على رامز الزروقي في مختلف تحليلاتك ربما. لا دافعت عليها انا في بعض المباريات، لكن دوره حاليا رامز الزروقي بعد كاس افريقيا في الاخر دوره ممكن يكون في الاحتياط. يكون عنده دور في الاحتياط ويدخل باش يمد لك هذاك التوازن ويمد لك ادوار التغطيه ولا في مباراه معينه ممكن نقدروا نلقاو اليه جديده للعب باش تخلق لنا هذيك السيطره ولا هذاك لو كونترول على المباراه. ممكن انا جوار كيما بن ناصر ممكن يكون معاه لاعب كيما قادري في وسط الميدان ونبدلوا كاع التركيبه ونبدلوا الاليه ونبدلوا طريقه خروجنا بالكره وتكون لي جو كورت واللاعب القصير ونقدروا نطوروا بالهجمه بهذيك الطريقه. ممكن نسيو نخرجوا ونفكروا خارج الصندوق باسكو انا من في افريقيا انا نحب اللاعب يكون الدوزيام بيفو يكون بمواصفات مورفولوجيه معينه، لانه لو تشوف كاع المنتخبات شمال افريقيا عندهم هذاك اللاعب، امرابط في المغرب تشوف، العيدوني في تونس تشوف، طارق حامد وسوريا في مصر. لكن اذا ما كانش فيه ممكن نفكروا خارج الصندوق، ممكن عبد اللي نغيروا المركز تاع عبد اللي ويلعب متقدم، ممكن ينزل عبد اللي ويلعب مع بن ناصر ونسيو هذه الثنائيه ونشوفوا هل ممكن تجيب جديد ولا ما تجيبش. نشوفوا لاعب كيما قندوسي وتالق لاعب قندوسي ممكن يدي فرصه مع جنوب افريقيا ويثبت مكانته ويمشي قندوسي ويولي اللاعب الاساسي، لما لا؟ لانه هذا صرات مرارا وتكرارا مع المنتخب الوطني. لو تذكروا كان رفيق حليش دخل رفيق حليش ضد المنتخب الرواندي نتيجه اصابه سمير زاوي، مسك مكانه مدنا هذاك التوازن في الدفاع مده طويله بالعمري بزاف امثله. ممكن تكون فرص لاعبين اخرين، لما لا؟ ممكن يمدوا لنا هذيك الاضافه وزروق يبقى عنده ادوار في مباراه معينه وفي اوقات معينه. نتكلموا بشكل عام كوتش، كنت تكلمت على ربما دور يقدر يقوم به فارس شيبي في خط الوسط من اجل بناء اللعب وربما اداء ادوار دفاعيه افضل. فارس شيبي ما شفناهش بالشكل اللي تعودنا عليه في هذه المباراه،
اسباب ربما الاداء الباهت لفارس الشيخ؟ والله في اول ظهور تاعو مع المنتخب الوطني كان يلعب متاخر يعني وراء خط الهجوم، يعني كي شفته متاخر عطاه روندمون في المستوى، كانت عنده واحد التمريرات يعني دقيقه في سواء في الفلون دروا ولا فلون غوش، عنده بريسيزيون، عنده كما قال الشيخ يفحص مليح الملعب يعني المعلومه، يكون عنده بليزيان انفورماسيون في 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 توقيت صغير. وستان جوار بيتري تكنيك يعني لاعب مهاري، دونك انا جو لو فوا في لو بوست تاع الزروقي هذا يعني مع بن طالب، فهمتني؟ دونك انا نشوفه في هذا لو بوست باسكو علاه يريكيبر بوكو دو بال ويرولونس، عنده تري بون رولونس اوفونسيف، وان بليس يقدر يخلق التمركز العددي والتمركز كومون ديراج دو كاليتي، استادير يخلق تفوق النوعي تري بيان فوالا، شكرا الشيخ، يخلق تفوق النوعي في الهجوم وعنده لا فينيسيون اوسي، يعرف يفيني مليح، دونك هذا الجوار هذا اللي تخليه انت في هذا لو بوست يريكيبر دي بال بوكس تو بوكس ويعطيك اضافه في الهجوم ويسجل لك اهداف. انا نفضل شايبي على مثلا زروقي مع بن طالب، اون بليس يعرف يبيفوتي مليح بالكور تاعو كي هو كي بن طالب، وحنا محتاجين في لي رولونس في لي سورتي دو بال دي فوا يغلقوا عليك في لي كوتي، تي اوبليجي تخرج الكره من وسط الميدان. دو جوار كيما هادو في لورونتاسيون تاع لو كور تاعهم الي اكسيلونت و اي سون كومبليمونتير اوسي، دونك هنايا يقدروا يعطونا اضافه وتنشيط نوعي للهجوم تاعنا. دونك هنايا نشوف باللي كرأيي انا كفني نشوف هو الخيار الانسب، كما كان الخيار تاع قندوسي سي لو كوتي غوش، ممكن دير شيبي قندوسي دو بروفيل هادو كومبليمونتير، شيبي قندوسي في هذا لو بوست امامهم مثلا عوده بن ناصر. بن ناصر دونك عندنا خيارات كثيره، ولكن يبقى الاشكال في في الخط الدفاعي خاصة في المحور الدفاعي. محور الدفاع اللي يبقى ربما أكبر ورشة أمام المنتخب أو الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اللي بدايته مع المنتخب الوطني ما كانتش بالشكل المثالي من ناحية التعداد واللاعبين المتاحين أمامه، شفنا عدة إصابات، بوداوي، إصابة بن ناصر، أيضا عوار التحق متأخر، يضاف إلى ذلك إصابة رامي بن سبعيني، أمين قويري أيضا يغادر التربص، راه سيكون غائب أمام جنوب أفريقيا، هي ربما مشاكل تخلي بيتكوفيتش امام امر واقع ومطالب بايجاد الحلول في ثاني مباراه له امام جنوب افريقيا. هي اول شيء يقول لك مهنه المدرب عمرها ما كانت تغيير لاعب واخراج لاعب، مهنه المدرب جانب نفسي، ومن ابرز المهام عند المدرب هي التاقلم مع الظروف المختلفه، باش تكون مدرب لازم تتاقلم مع كاع الظروف، ظروف كانت في غير صالحه من لما نشاهد في اول مباراه، لكن ما عاد المدرب الى التاقلم مع الظروف وايجاد التوليفه اللازمه اللي تقدر تخلينا نستفادوا من المباراه الثانيه اللي يلعبوها مع جنوب افريقيا، لانه ما بقاش وقت، لانه هذه اخر مباراه وديه، بعد هذا راح ندخل في الامور الجديه بشكل مباشر، راح نلعب ضد المنتخب الغيني شهر جوان مباشر في كاس العالم. نظن ما عليه الا تاقلم ومحاوله ايجاد التوليفه اللازمه، واللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني نتمنى ينالوا فرصه اكبر في المباراه القادمه، خاطر لما سيناهم في مباراه وديه كما هذه وقتاش نشوفوهم، واكيد انا متاكد بلي راح نزيدو نشوفوهم وقت اكبر، وبعد هذا راح تكون عنده نظره وراح تنطلق الورشه مع الطاقم الموسع، لانه كره القدم حاليا طاقم مش مدرب واحد، الطاقم موسع، ونطلقوا في معالجه الاخطاء والاستفاده من الجوانب الايجابيه، لانه فيه العديد من الايجابيات، نبنوا على الايجابيات ونحسنوا الاخطاء وننطلقوا من جديد ان شاء الله. كوتش الاخضر، باصابات ربما كوادر الفريق واللاعبين الاساسيين، هي ستكون فرصه للاعبين البدلاء من اجل اخذ فرصتهم كامله، وربما لا نخرجوا لاعب ولا اثنين ليفاجئونا بمستواهم ويقدموا اضافه مرجوه في المنتخب. اكيد دونك اذا نتكلموا من الناحيه الدفاعيه ما عندناش خيارات كثيره يعني منصب منصب، ولكن ممكن الناخب يلجا الى ثلاثي محور يلعب بثلاث مدافعين باش يامن، ممكن هذا كخيار، ممكن تروح ثلاثه اربعه ثلاثه ممكن دونك هذا هو كي يكون عندك ديفيسيت في لاكس دو بيت باش تامن الدفاع يعني، ولكن الى عنده بديل اخر في المحور هذا يعني يكون افضل، نلعبوا افيك ان ديفونس بلات استادير اينين دو كات، اثنين في المحور وسوا اثنين كما ذكرنا، يعني نشوف باللي 4 2 3 1 هي الافضل ولا 4 3 3 برك هي
ناخذ دائما عندنا واحد ليريتاج باتريمون اسلوب اللعب تاعنا سريع هذا لازم نعاودو نفعلوه نحيوه التراث تاعنا هذا سي وعندنا لاعبين في المستوى هو شاف البارح وعلاش ارتاح شاف يعني عنده خيارات كثيره لاعبين كلهم مهاريين يعني اللي جوا دو كولوار يعني في لا رولونس اون ميليو ولا في لا لين داتاك مهارات كثيره ولا حاجه النقطه الايجابيه اللي سجلتها في مباراة بوليفيا ان اللاعبين الشباب حاج موسى بكرار والقندوسي هذو لاعبين كانوا قندوسي كان في الابري مي حاج موسى وبكرار كان في الايفا ومن بعد درجوا في الايفا 3 ودروك راهم في ليكيب ا دونك هذه ليكسبيريونس انترناسيونال اكيس عطاتهم ثقه بالنفس ودخلوا البارحه يعني في صلب المباراه وهذا مكسب كبير للمنتخب تاعنا ان شاء الله يعني المديريه الفنيه تستمر في هذه السياسه هذه تخلي اللاعبين تاعنا يعني لا سيليكسيون تاعهم تكون في الوقت سهله والثقه تكون ديجا مكتسبه. بعد مباراه بوليفيا احمد بيتكوفيتش كان منتظر منه الكثير من العمل على هذه التشكيله، صعب جدا الحكم عليه بعد اسبوع من العمل مع اللاعبين بعد مباراه واحده، لكن هل هناك بوادر ولا مؤشرات ايجابيه تخلينا نستبشر خير بما هو قادم للنخبه الوطنيه؟ بطبيعه الحال العديد من البوادر والمؤشرات الايجابيه شفنا اول بادره ومؤشره ايجابيه لا رياكسيون تاعنا في الدقائق الاخيره ولا هدف المباراه روح الفريق بدا تعود. بادره ايجابيه ثانيه المحاوله الدائمه للخروج بالكره من الارض رغم انك تفشل وتخفق لكن بادره جد ايجابيه. بادره ايجابيه واحده اخرى هي لمركزيه اللاعبين واللي كاع كانوا يطالبوا بها وشفناها بصوره ظاهره عيانا لا مركزيه كبيره للاعبين. بادره ايجابيه اخرى شفنا لحمه الفريق هذاك اللي راه اللي نشوف فيها واقحام الدماء الجديده الناس كانت طالب بها بكرار قندوسي بنزية حاج موسى ومازال قيطان ومازال كاين بوادر ايجابيه باش نوضحوا الصوره للناس. بوادر سلبيه ان شاء الله تعالج والتركيز على البوادر الايجابيه والانطلاق لما لا في مشوار جديد ونعاودوا واش درنا مع الناخب السابق ونجيبوا كاس افريقيا لما لا مره اخرى في المغرب. كان اضافه واش قال الشيخ يعني حاجه ايجابيه يعني كي تكون اون فاس يعني اون ديفونس ولا ان بلوك يعني تخلق لك مشاكل الدفاع يخلق لك مشاكل كي تكون تمشي الكره في رجل بارح شفنا مؤشر ايجابي الكره كتمشي في رجل يعني بين اللاعبين في لو بوكس يعني في لا زون دو فينيسيون هذا مؤشر ايجابي تكون عندك يعني دفاع يخلق لك صعوبه ما يخليش ولكن حنا تحكمنا في الكره يعني لا بوزيسيون دو بال كانت في الويد وفي الرجل امام دفاع قوي هذا مؤشر اكثر من ايجابي. حنا نتمناو نشوفوا كل ما هو ايجابي وكل ما هو افضل للتشكيله الوطنيه في قادم المباريات بدايه من مباراه يوم الثلاثاء امام منتخب جنوب افريقيا. كوتش الاخضر شكرا لك على حضورك معنا وعلى كل تحليلاتك المقدمه كالعاده. الحمد لله ونشكر الله على هذا التحليل الفني هذا نحاول دائما نسعى يعني ننور الراي العام الرياضي وخاصه كره القدم. بالافكار تاعنا وكاضافه للمنتخب الوطني وكره القدم الجزائريه وكاين راني فرحان بزاف كاين لاعبين شباب دعموا هذا المنتخب يعني هذا سي بوان بوزيتيف سي ريليف وعندهم الوقت يعني تشوف معدل العمر تاعهم يعني صغير يعني سي 2001 99 2000 دونك هذا الشباب هذو يخلونا نتفائلوا بخير المنتخب الوطني وان شاء الله نقول لكم صحفتكم اخ محمد والشيخ احمد وكل المشاهدين ومشاهدات قناه السلام. شكرا لك احمد شكرا لك على حضورك معنا وعلى كل تحليلاتك المميزه كالعاده. شكرا لك يا محمد وشكرا للشيخ الشيخ الخضر اللي استفدنا منه وحتى رجال الخفاء اللي راهم خلف خلف الكاميرا ومشكورين وصحفت لكم فاضي. شكرا لكما اذا شكرا لكم انتم ايضا على كرم المتابعه نلتقي في مواعيدنا الرياضيه اللاحقه الى ذلك الحين دمتم بخير صحة صحوركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.